نادي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة ناصرة فضيل منتدبة قضائية ابتدائية مكناس، نشكر هيئة المحامون على تنظيمها لهذا الدوري الرمضاني النسوي. صراحة سعدنا نحن جميعا بهذا الدوري هذا وبالمشاركة فيه، خاصة وأنه أول مشاركة لنا كهيئة كتاب الضبط في هذا الدوري ديال كرة السلة. نتمنى إن شاء الله أن تتلوها في الرمضانات المقبلة إن شاء الله بحول الله، وأن نكون بصحة جيدة وأن يكون وطننا إن شاء الله بخير. دوري إن شاء الله لكرة السلة ولغيره من يعني الكرات أو اللاعب النسوي، نتمنى أن تتاح لنا فرصة أخرى، ونتمنى أن نكون إن شاء الله فرصة أخرى نحن كذلك مساهمين في التنظيم وفي المشاركة أيضا، لأننا في الحقيقة الآن مشاركات ولكن نريد أن نكون مساهمات من البداية إلى النهاية. نتمنى أن تتاح هذه الفرصة لنا مستقبلا بحول الله. نشكر جميع المنظمين وجميع الساهرين على هذه الأنشطة، خاصة هيئة المحامون. صراحة هذه الالتفاتة كانت جيدة، نتمنى إن شاء الله أن تتلوها التفاتات أخرى ومشاركات أخرى للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. اللي بالحقيقة أدبناه معنا في هذا الدوري، وأي طالب قد يقول لي إلا ويستجيب لي بكل فرح.